الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على ما أنعم به علينا، والحمد لله على فضله الذي تكرم به علينا. الحمد لله على إتمام هذه الدورة المباركة. الحمد لله على تجمعنا مع إخوة مباركين. الحمد لله على الفضل الذي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا تنزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة المباركة بعون الله وبفضل الله أن الملائكة كانت تحفنا، الحمد لله. وهذا المكسب العظيم الذي كسبناه في هذه الدورة من حضور الشيخ ومن تلقي هذا العلم المبارك الذي يندر أن يتحصل عليه الإنسان في هذه البلاد من المشايخ الثقة، الحمد لله رب العالمين. هذا الحفل الختام إن شاء الله سيبدأ بتلاوة عطرة للقرآن الكريم. يتفضل بقراءة الآيات الطالب إحسان، فليتفضل، بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر إدارة مسجد هسبي على هذه الجهود وعلى السماح لأهل العلم ولطلبة العلم بالقدوم وإعطاء الدروس في هذا المسجد المبارك. ويتفضل الأستاذ إسماعيل بالنيابة عن إدارة المسجد ليتكلم كلمة قصيرة بإذن الله.
som har kommit alltså från Masjid al-Nawawi. Jag tycker att det har varit jätteintressant och lärorikt föreläsningar. Och vi har lärt oss de grundläggande islamiska principer, alltså när det gäller det viktigaste av islam, som alla borde ju veta. Och jag tycker att det här är bara början, alltså. Vi ska ju bjuda alltså, flera gånger alltså, i framtiden som fortsättning på det som man har börjat. Och det har varit också en hel del frågor och lite examen också. Och resultaten det ska vi se snart. Och det ska ju delas också intyg på de som har deltagit. Alltså. De som har deltagit, alltså minst 70% ska få de här intygen. Och jag hoppas att chefen har ju tackat oss, men det är inte vi. Vi borde ju tacka alltså, chefen i första hand, Sheikh Aitan, och de som har organiserat det här alltså, föreläsningen med, genom kontakt med Sheikh Aitan i hans ställe där i Medina. Och det var de genom dem som vi har kunnat bjuda honom hit. Och det ska bli flera föreläsningar i framtiden med sheikhen och även andra. Vi ska ju tacka också de här sheikharna som tillhör till vår moské. Sheikh Makawi, Sheikh Ibrahim, Ahmed Kalbouni, Sheikh Abusalama och Abu Habs. Och alla som har deltagit så alltså, att det här föreläsningen ska vara lyckad alltså, föreläsningen. Och hoppas att vi skulle fortsätta. Ja. Okej. تكون مشاركين في الدورة، فحتى لا واحد يظن أن المسجد هو اللي هم وإحنا اللي سوينا، ولكن هو كان يحب أن يسوي عقيقة ويجمع الإخوة ويعطيهم هذا عقيقة. فمن بنرجو منكم أن تدعوا لي بلابنه المولود الجديد بالخير والصلاح إن شاء الله خير. وثانياً أنا أشكر أيضاً لكم المشاركين والشيوخ وعلى رأسهم الشيخ هيثم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبلها منا وأن يجعلها في صالح أعمالنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. اليوم كلمات كثيرة يعني تصبر علينا يعني. إن شاء الله يفضل الأخ بالنيابة عن الجالية الصومالية. الجالية الصومالية عندهم واسطة يا إخوان، بالنيابة عن الجالية الصومالية الأخ عبد الرزاق يتكلم دقيقة إن شاء الله. جزاك الله خير، تفضل. الصومالي الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني أولا نحمد الله على هذه النعمة التي نعم الله عليها، وهي نعمة يعني غالية كثيرة. بعض الكثير من الناس لا تطلع لهذه الفرصة. أتانا من الشيخ من المدينة المنورة، مهد العلم،
فهي قليلة يعني نعمة كثيرة حقيقة لا تتعوض، ويجب عليها أن نشكرها. أولا كما قال الشيخ لازم أن هذه الدروس التي استفدنا من الشيخ لازم أن ندعوها إلى الناس حتى نؤدي الأمانة، أن يكون لكم أو خاصة الطلاب عرفتم أول مسألة أربع القواعد وهي سورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر، فلازم أن نؤدي هذه الأمور يعني على الأقل، لأنه كما تعلمون إذا علم العلم وعمل به إيش يحتاج؟ الدعوة إلى الناس، وهذه بلاد تحتاج إلى دعوة خاصة، لأنه هم يعني يحتاجون إلينا أشد من غذاء من 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 ما يحتاجون إلى غذائهم يعني من غذائهم. فنسأل الله أولا أن يجزي للشيخ عن هذه الدورة، وثانيا عن الإدارة التي منحت هذه الفرصة، وثاني المقيمين على هذه الدورة من الشيوخ أولا الشيخ محمد والشيخ محمد مكاوي والعلماء الثاني معهم، والثالث والرابع الطلاب الذين حضروا، فجزاكم الله خيرا. اسمحوا لي كلمات قليلة يعني ضروري مني أن أوجه لكلمات باللغة الصومالية، فطغيرتين ثلاثة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما أذكر الله سبحانه وتعالى، إلهي إنهم ما يستنى معنا الدوي خاصة يعني وقت جانا جونا وقت القربان جونا، وباهنا علم علماء ربانين وباهنا ألوك السوني هاي، فحكو يوم هذين الإلهي نوس تجري دوردا سبحانه وتعالى كده محمد هذيننا بدوردا يقول مسجدك ما هذا بلارنا له كسيه وربيعه، وحنا ما هذين الناس وكله حقي هوشان ولي وسوجيري تبغى ما هو ساحني وكان بين سعتي وحنكو ما هذين نبينا الكريم أرضى لك سبحانه وشيء ذلكيني، وحنا إن شاء الله تخبرنا علمي أنا برا أنا كنت ده العلم علمه هو مهم أنا بتخويرنا أنا تخبر النفتي أنا أمدن مدلوية أنا عودت أنا بمو أنا مسألة صحيحة أشياء لهذا مهمة، لكن إن شاء الله تعالى وحن لنا هاي أن كل ذا العلم البرشليس كل بنتيس عودت أنا يا حاز كني من أنا كنت أنت إن شاء الله تكون في الدار حقوقا. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، جزاك الله على حسن استماعكم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لكن أنا ما طبعا باللغة الصومالية هي ترجمة لما قاله باللغة العربية. نرحب باسمكم جميعا وباسم إدارة المسجد بالجالية السعودية في السويد، فأهلا بكم وشرفتونا ونورتوا، بارك الله فيكم. أيضا من المشاركين في هذه الدورة أيها الإخوة ومن الذين قاموا على تنظيم هذه الدورة مركز الإحسان الثقافي في السويد، وهذا المركز له نشاطات عديدة دعوية، يتفضل نيابة عن هذا المركز بكلمة الشيخ أبو حفص الشيخ حمزة اللبيب، يتفضل ويتكلم كلمة صغيرة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، إن مجالس العلم مجالس ربانية وموائد إيمانية ولقاءات نورانية
مجالس لا يشقى بها جليسها، وكيف يشقى وهي مجالس تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في الملأ الأعلى. إنها رياض الجنة في أرض الله وحياة قلوب أوليائه. إن العلماء ورثة الأنبياء، أمر الله بسؤالهم والرجوع إلى قولهم والاهتداء بسيرهم، فهم أطباء القلوب وعافية الأبدان ودواء الأنفس وشفاء العلل. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، ومريض القلب داووه، فما أكثر فضلهم على الناس. إخوتي في الله، قد عشنا والحمد لله دورة علمية مباركة مع فضيلة الشيخ الأستاذ هيثم ابن محمد سرحان المدرس بالمسجد النبوي، والذي شرفنا بحضور أشغال هذه الدورة ومتعنا بطلعته البهية، فنشكره على تجسمه عناء السفر وتفضله بقبول دعوتنا والنزول عند رغبتنا، ونجدد الترحاب به ونقول له: أحللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. لقد عشنا جميعا جوا علمانيا ربانيا، ووقتا بالخير مباركا مليا، وبالرحمة والسكينة مغشية. وفي ختام فقراتها نتقدم بالشكر الجزيل لمن كان له الفضل بعد الله جل وعلا في هذا الخير من المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية، ونخص بالذكر المركز الثقافي الإسلامي بهوسبي، ومركز البحوث الإسلامية، ومركز الإحسان، ومركز التوحيد والسنة بفكه، والمحسنين والمنظمين والميسرين والحاضرين. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر سعيهم ويتقبل جهودهم. أيها الحضور، وهكذا ندعوكم على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة إن شاء الله. وإلى حين نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. أخوكم في الله أبو حفص حمزة اللبيب من مركز الإحسان الإسلامي الثقافي ستوكهولم. جزاك الله خير أخي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. إن شاء الله تذكرة بسيطة عبارة عن بيت شعر في أهمية العلم وطلب العلم. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون بأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الشيخ كان عندنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء لا يورثون لا درهما ولا دينارا، وإنما يورثون علما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وكما أوصى الشيخ بأن كل من شارك بهذه الدورة أن يبدأ بعد هذه الدورة دورة أخرى بمراجعة وقراءة وتطبيق ما حفظه وقرأه في هذه الدورة المباركة. هذه الدورة أو هذه النهاية هي ليست نهاية الدورة، وإنما بداية لدورات أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لأن تتمكنوا من هذا العلم الذي تلقيتموه في هذه الدورة المباركة. ومع توزيع الشهادات وسنبدأ بالأخوات إن شاء الله، سنذكر أسامي الأخوات يعني نبعث هذه الشهادات إلى الأخوات في مصلى النساء، ثم سنكرم الأوائل في هذه الدورة، والباقي إن شاء الله ستعلق لوحة بأسماء الناجحين ويأخذون الشهادات من الأخ أبو إحسان في الغرفة.
ولكن أول 15 واحد أو 10 إن شاء الله الأوائل سنسلمهم الشهادات إن شاء الله في هذا اليوم المبارك. الأخوات التي شاركنا في هذه الدورة وشاركنا في تنظيم الدورة وأيضا شاركنا في الامتحانات، نجح في هذه الدورة الأخت فاتحة أحمد غالي، الأخت فاتحة أحمد غالي والأخت وفاء إبراهيم الطائي، وما شاء الله الأخوات يعني أجابوا إجابات نموذجية يعني تدل على ما شاء الله يعني دراسة وفهم لهذه الدورة، بارك الله فيهن. وفاء إبراهيم الطائي، ثم الأخت إبيان هباي، إبيان هباي، ثم الأخت نعيمة محيي الدين، ثم الأخت حورية البخاري، خمسة أخوات قمنا باجتياز هذه الدورة بتفوق، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن إن شاء الله. الآن ستبعث الشهادات إن شاء الله إلى الأخوات. ثم هذه الدورة أيها الإخوة لم تكن بمجهود شخص أو شخصين أو خمسة، الكل شارك والكل له يد في إنجاح هذه الدورة. هناك مصور، هناك إعداد الطعام، هناك تنظيف للمسجد، هناك تنظيم للطلاب، هناك تنظيم الامتحانات، الكل شارك في هذه الدورة. لذلك هناك جنود أيها الإخوة مجهولون في هذه الدورة. الشيخ أحمد كلمون الهدايا للنساء، نعم إن شاء الله نبعثهم إن شاء الله، نبعثهم إن شاء الله. هناك جنود مجهولون، شهادة تكريم لإدارة هذه المسجد، هذا المسجد عفوا، ممثلة بالأخ الأستاذ فتحي الزقلومي، والأخ مش موجود، الأخ فتحي يتسلم عنها عن الشيخ الأخوة هنا. ثم شهادة تكريم للأستاذ الدكتور إسماعيل على ما بذله جهود، بارك الله فيك. ثم باقي الشهادات تسلمها أنتم إن شاء الله، إن شاء الله أذكر الأسماء إن شاء الله. طبعا يا أخوان هناك جندي مجهول في هذا المسجد، والله إنه يستحق الاحترام والتقدير وأن نقبل يده ورأسه نهارا وليلا. هذا الشيخ يفتح المسجد وينظف المسجد وينظم المصلين ويرتب الأمور ولا يأخذ أي مقابل سوى الأجر من الله عز وجل، بالرغم من كبر سنه الذي تجاوز 60 من عمره، إلا أنه ما شاء الله في نشاط الشباب. الشيخ كمال مش موجود، طب نعيد المدح بعدين مرة ثانية. الشيخ كمال والله يا أخوان يستحق الاحترام والتقدير وأن نقبل يده ورأسه على ما يبذله من جهود، فيعني شيء بسيط أن نكرمه لجهوده في هذه الدورة، وهذه طبعا مسؤولية الإدارة. ثم الأخ محمد أحمد بسيكري، الأخ محمد أحمد بسيكري مش موجود كمان، وأعتقد من تفضل الله يجزيك خير. طبعا الأخ محمد يا إخوان أيضا عبارة عن نائب للشيخ كمال، هو عبارة عن الشيخ كمال صغير الله يجزيك خير، أيضا يساعد في يعني احتياجات المسجد، بارك الله فيه، وشارك أيضا في الدورة وما شاء الله إجاباته كانت جميلة. الأخ أنور الحجوري، أنور الحجوري أيضا مش موجود، خذ هلا. طيب أيضا أيها الإخوة من ساعد في البث وساعد في تصوير هذه الدورة وله مجهودات كبيرة في هذا الأمر وفي تسجيل المحاضرات واحتياجات المسجد الخاصة بالكمبيوتر أو الداتا، فنشكر الأخ
الحسن يكو بارك الله فيه يتفضل. جزاه الله خير. الأخ موجود فوق. ما تستطيع. أنا بعدت فيها. الله يجزيك خير. ولا واحد من الإخوة جاء. الله يجزيك خير. نعم نعطينا. جزاكم الله خير. الآن أيها الإخوة نقدم الشهادات للمشاركين في الدورة والأوائل في هذه الدورة، ومنهم أيضا أخ جاءنا من يونشوبينغ، جزاه الله خير، ساعد في الترجمة وترجمته جميلة جدا، الطلاب استفادوا ما شاء الله، وساعد أيضا في تنظيم في التنظيم بارك الله فيه، وأيضا قدم الامتحانات الأخ الأخ هشام عبد الله، لا هشام عبد الله، نعم هشام عبد الله، الله يجزيك خير يا شيخ هشام. الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. الله يجزيك. الله يبارك فيك. بالرغم من أنه يعني يسكن في يونشوبينغ ولكن جاء وساعدنا بارك الله فيه. أخ آخر جمال بلومدال، جمال بلومدال، الأخ جمال موجود؟ موجود نعم. يا ريت الإخوة كل شيخ إبراهيم لو سمحت كل الإخوة السويدي يتقدم. نعم باش يقول أخي. طبعا الأخ جمال أيضا من يونشوبينغ ما شاء الله، وأصر إلا أن يأتي ويشارك في الدورة، وما شاء الله كان من المواظبين ويكتب الملاحظات أولا بأول، بارك الله فيه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نائب عن الجالية الصومالية الذي تكلم الكلمة الشيخ عبد الرزاق، محمد عبد الرزاق عفوا، الشيخ محمد عبد الرزاق فليتفضل. بارك الله فيك. الله يجزيك. حياك الله. الله يبارك فيك. يا هلا وسهلا الشيخ. الأخ بلال هيلو. بلال هيلو مستر أيضا. شكر أيضا يعني شاب صغير أو طفل، هو يعني في العاشرة من عمره أو 13 من عمره، أيضا شارك في الدورة وأجاب إجابات جيدة بارك الله فيه. إسحاق والين. إسحاق والين ما شاء الله ما شاء الله. ابدأ باليمين. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الأخ محمد أبو بكر حيوتي. محمد أبو بكر حيوتي بارك الله فيك. السلام. يا أهلا وسهلا فيك. طبعا ما شاء الله الأخوة يعني عندهم إجابات نموذجية جميلة يعني ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم يعني، ولكن أبدعوا يعني. الأخ أحمد مارديني. أحمد مارديني مساك الله خير. بارك الله فيك. الأخ الأمين محمد صالح حسن. الأمين محمد صالح حسن. هاي أعطني واحد ثاني جست تدقيق منه. جزاك الله خير. طالب متفوق جدا يا إخوان.
فعلا في يعني بعض الطلاب عن جد عندهم يعني تفوق يعني رائع في هذه الدورة. الأخ يوسف بو أمر. لا بو أمر. يوسف بو أمر. كاتب لك إياها بالسويدي. الأخ وليد علي محمد عمار. بات كاميراته. الأخ محمد حسين إسماعيل. نعم. محمد حسين إسماعيل. يلا خلنا. أولادي أخذها إن شاء الله. الأخ فولتر إيك هولم. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الأخ جيهان تيجمان. ما شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. خارج عن إطار الشهادات حتى تيجينا الشهادات القادمة إن شاء الله. خارج عن الإطار من الإخوة اللي فعلا بذلوا جهد عظيم مع الشيخ في توصيل الشيخ وفي إتيان الشيخ وفرغ من وقته للشيخ وكان ملازم للشيخ في كل وقته. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. الأخ إبراهيم الفاخوري فليتفضل. بارك الله فيه. مشي سبحان الله. الشيخ راح يجيب الشيخ. طيب بس ياخذ الشهاده من الشيخ. لا ايضا من الاخوه اللي كانوا مع الشيخ ايضا وفرغوا من وقتهم وايضا ملازم للشيخ وهو الان مع الشيخ الاخ محمد الحسنات. اسال الله عز وجل ان يبارك فيه ان شاء الله. ثم الاخ هاشم عبد العال. هاشم عبد العال. هذه هاشم ولا هشام؟ يقول هو ذهب السويدي. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. واحد بالسويدي واحد بالعربي كلنا. نعم. ان شاء الله. شيخ مكتاوي طبعا الاخ محمد المكاوي بارك الله فيه او الاخ الدكتور بذل جهد عظيم وهو يقدم ماجستير في الدراسات الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية وكان عنده موعد في الأسبوع القادم لمناقشة رسالة الماجستير واتصل فيه الشيخ وقال له تقدم الامتحان عن البارحة السبت. فالأخ منهمك في التنظيم ولكنه سبحان الله ذهب وقدم الامتحان والحمد لله نجح وبتفوق عظيم. يعني الشيخ فرح من البحث. فنبارك للشيخ محمد المكاوي على حصوله على هذه الشهادة وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يبارك فيه وفي أهله الذين أخذوا من وقتهم ليل نهار أيها الإخوة ليل نهار في خدمة المسجد وأهل المسجد وطلاب المسجد ومن يريد أن يتعلم. فندعو لهم بالتوفيق وبالنجاح وجزاكم الله خيرا. نشوف في ضايل الشهادات ولا لا؟ لا لا هو كان عنده الأخ هو يقدم دراسات في جامعة جامعة إسلامية بالانتساب والشيخ جامعة المدينة العالمية والشيخ أصر أن يكون الامتحان قبل وقته بأسبوع فذهب دون تحضير والحمد لله حصل على درجة عالية. شيخ محمد طيب.
الأخ أيضا من مجمع البحوث الإسلامية الذي استقبل الشيخ أيضا وكان مع الشيخ استقبله في المطار, الأخ تركي عمر خطاب. تركي عمر خطاب هو كان موجود في صلاة الظهر فخرج. طيب نعطيه إن شاء الله. الأخ سعود السفياني. سعود السفياني طبعا الأخ سعود السفياني من أهل مكة المباركة, أسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله. رافق الشيخ في هذه الدورة ويعني تشرفنا بحضوره وهذا شيء بسيط نقدمه لكم. الله يجزيكم خير. نعم شيخ إبراهيم. نعم إخوان إحنا الشهادات طبعا الآن يكتب في الأسماء الشيخ فالوقت يعني كان ضيق جدا والأسماء تكتب وتبعث لنا. شيخ الشيخ إبراهيم فخوري الله يجزيك خير. أنا أريد أن أعطي الشيخ. لا اثنين مع بعض. محمد حسنات. محمد كلمه ما فيش حاجه ثانيه. نعم خلاص محمد حسنات. محمد حسنات موجود. نعم شيخ محمد حسنات تفضل. تفضل شيخ. الله يبارك فيك. ان شاء الله الله سبحانه يتقبل عنك كل شيء. وشيء بسيط والله يا اخوان نقدمه للشيخ الذي قلت اسمه لكم الشيخ محمد مكاوي. شيء بسيط والله هذه الشهادة شيء بسيط يعني فقط تعبير عن جهودي وتعبير عن الضغط الذي كان على الشيخ في دراسته وفي عمله. إلى الآن يكتب الشهادات الشيخ إلى الآن يكتب الأسماء. قبل قليل انتهى من طباعة فيها البارحة طبع الأسئلة فضغط كثير على الشيخ طبعا ضغط على إخوة ما شاء الله ولكن الشيخ حصل على النصيب الأكبر. فهذه الشهادة تكريم بسيط فقط نعبر فيه عن حبنا وتقديرنا لأستاذنا الشيخ محمد مكاوي الله يجزيه خير. ولا ننسى أيضا المنظم المشاكس الأخ أيضا ضحى من وقته ويعني والله تعب كثير الله يجزي الخير في التنظيم وكان أميرنا في هذه الدورة الأستاذ الأخ سلام علوان الدكتور سلام علوان هو دكتورنا دكتور صيدلي. جزاكم الله خير. كلمة في الشهادة الثانية أنا شيخ أنا مسؤول الحفل فقط يعني يتقدم عن لجنة الدعوة في مسجد هوسبي الأخ محمد مكاوي كلمة صغيرة جدا لمدة دقيقة. يكمل الشهادات هو كمان خمس شهادات 15 أكثر من 15 هو مش قد لا وهو مش قد الكتابة خلص الشيخ مكاوي لسه طيب يضب حري هذا هذا محمد الشيخ محمد وضع شيء نسيهم. طيب بقي شهادات أخي
أنور الحاج من هو أنور الحاج؟ ما مش موجودين أخي، خلص هذول ناديهم بعدين. بقي شهادات؟ اسأل الإخوة. بقي ما بقي الآن؟ ما بقي الآن؟ نعم. الإخوة الباقيين إن شاء الله ستعلق لوحة جدول فيه أسماء الناجحين، يرى اسمه إن شاء الله ويأخذ الشهادة من الأخ. الشيخ محمد. الشيخ محمد تفضل. طيب. أنت تقدمهم، تعال الشيخ. قدمنا له الشيخ دكتور إسماعيل. قدمنا له أول واحد شيخ. تأخذ شهادتين؟ ده حق له داره. ده حق له. طيب. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته على غير موعد ولا سابقة اتفقنا عليها، جمعنا الله سبحانه وتعالى من أكثر من 20 جنسية مختلفة في هذه الدورة، حسبناها أكثر من 20 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، من 5 قارات مختلفة. جمع الله سبحانه وتعالى بيننا في هذا المسجد في هذه الساعات المباركات في هذه الدورة المباركة. فقط لماذا اجتمعنا؟ بارك الله فيكم. اجتمعنا أو جمعتنا كلمة التوحيد، جمعتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجئنا وفرغنا من أوقاتنا كي نتعلم هذا العلم الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فالله سبحانه وتعالى أسأل كما جمعنا اليوم في هذه الدقائق المعدودات في هذه الدنيا في بيت من بيوته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعاً مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. قولوا آمين. أحبتي في الله، اليوم فقط لابد لنا أن نقف مع قول
نعيه في مثل هذه اللحظات. قال بعض السلف الصالح، ليس فقط محمد بن سيرين، غيره من السلف الصالح أخذوا هذه القولة الشهيرة المهمة، قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاليوم هذا العلم الذي أمن الله سبحانه وتعالى به علينا، والله إن الناس يعني في ثلاث أيام في هذه المتون، والله إن طلبة العلم، والشيخ أدرى مني الشيخ سعود بارك الله فيه، الطلبة يدرسونه يعني بالسنتين والثلاث سنوات في شرح متون وفي بحث، يعني هذا ما تجد الشيخ يعني متفرغ 24 ساعة كي تحصل على هذا العلم بعد كل صلاة لمدة ثلاثة أيام، مستحيل. لو ذهبت إلى شيخ من أي يعني من المشايخ المشهورين الموثوق في دينهم مثل شيخنا الفاضل، والله لا نتحصل على مثل هذا العلم إلا في سنتين أو أكثر، والشيخ يصدق على كلامه. في شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة أو أهم الدروس، لم نكمل الدروس المهمة، الدروس المهمة أو أهم الدروس المهمة لعامة الأمة، ما نتحصل والله على هذا الدرس بالإضافة إلى الدروس المتفرقة في كتاب التوحيد، والله ما نتحصل على مثل هذه الأشياء التي علمها ضرورة لكل مسلم ومسلمة أن نتعبد الله تعالى به. فالعقيدة أحبتي في الله هي أهم شيء في الدين، يأتي كل شيء بعد ذلك. الإنسان إذا حتى يدعو الله سبحانه وتعالى، لا نقول لابد أن نكون علماء حتى ندعو إلى الله عز وجل، ولكن لابد أن نعلم ما يجب علمه أو ما يجب علمه بالضرورة كي ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فأحبتي في الله، فالله سبحانه وتعالى أمن علينا بمثل هذه الدورة المكثفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نؤتي يعني ثمار مثل هذه الدورة بفتح يعني علاقات وقنوات اتصال إن شاء الله سبحانه وتعالى مع المشايخ والعلماء في جميع أنحاء الأرض، وتكون هذه الدورة بادرة خير. ولله الحمد يعني بإدارتنا المباركة الجديدة، أمن الله سبحانه وتعالى يعني علينا بأن نكون جميعا إخوة في هذا المسجد، ففتحوا لنا الأبواب، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا خيرا، وجزى الله سبحانه وتعالى شيخنا العالم الفاضل الجليل الشيخ هيثم بن سرحان المدني الذي تكبد عناء السفر والتعب لكي يأتي إلى هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير ما جازى مبلغ عن مبلغ وعن سامعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ممشاه ويطيب خطواته المباركة التي قدم بها إلينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك ويطيب كذلك خطوات أخينا الشيخ الفاضل سعود السفياني، مرافق الشيخ الذي أتى معه يعني ليس لعمل ولا تجارة ولا مكسب، وإنما جاء رفقة للشيخ وصحبة للشيخ متكبدا العناء والتكاليف فقط لكي يحضر ويرى هذه الوجوه الطيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يبارك في عملنا جميعا وأن يجمع بيننا في كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شيخ. إن شاء الله كلمة يتقدم فيها الشيخ هيثم يلقيها في ختام هذه الدورة، نصائح من شيخنا المبارك للطلاب، نصائح للجميع. فليتفضل الشيخ. السلام عليكم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله ما عندي ما أقول في هذه الليلة إلا أن الدورة نريد أنها تبدأ من هذه اللحظة، هذا الذي أريد. وإن كان هناك يعني ما يكون من شكر وتقدير وبذل للجهود وغير هذا فهو لكم للحضور، وإلا فأنا عن نفسي وعن لجنة المسجد وكذا يعني والله مقصرين. هذه الأيام التي يعني مررنا بها من الدراسة وكذا لا نريد أنها تنتهي. حال المسلم دائما في ازدياد بالدراسة والمذاكرة والمراجعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإشكال الوحيد الذي يعني يلاحظ أن المسلم لابد أن تكون له هوية. ترى أحيانا في المطار أو في كذا أو في أي مكان والله ترى إنسان لا تفرق، لا تفرق بينه وبين الكافر، لا يوجد عليه أي سمة من سمات الإسلام. كيف يريد هذا أن ينشر الإسلام؟ لو جاءت، لو قيل لمرأة مثلا ميزي لنا بين هؤلاء الرجال الثلاثة، مسلم ويهودي ونصراني، لا تستطيع أن